شير سريع عشان ابدا 1800 ده 1800 شير. وتعالنا الديكه النظيفه، وتعالنا الديكه الزيت، اوب علينا اينا اوب علينا. مطرت عزو فيني يا جماعه، حشوني يا جماعه. شير يا شباب، شير 1800 شير يا جماعه. دوروا سريع. البين شير سريع، البين شير. جري عشان نبدا، مبروك. بل البين شير يا شباب. بل دخلوا على الروب عجلنا وزعلوا الروب. شير عشان نحن نطير. شير قوم علينا، عشونا رشونا رجمونا بالأركب الجدوية. شير يا شباب بل شباب اسمع عن بناتنا والشر ده ما صفاتنا. حابدا ب3000، حابدا ب3000 قسما بالله من الفرحه. كبيت المويه ده في راس الليله، الناس دي يقولوا ابو رهف مجنون. لكن الشمارات اللي وصلتني دي قسما بالله يا هل بتفرح بتخليك مش تكب المويه في راسك. علي الطلاق كان عندك دم تكبه في راسك. شباب 3000 وحابدا، دور لي اللايف ده سريع. ذات المناديل انتهت، ننشف الدنيا دي بشنو؟ الباقي الفين بس، حابدا ب200 بس، حابدا ب3000، حابدا ب3000. قربنا الباقي 100 تمينا الثلاثة. شير لي تاني كده، ادوا لمة وتعال راجع، دخلوا قال الروف، دخلوا لبس الطرحة، وهم علي حشوني رشوني رقبوني طلعوا ميتيني. وب علي يا دقلو، وب علي يا الجنجويد، يا العاملين فيها رجال، يا العاملين فيها نحن المرقطنها ونحن الرجال وما دوننا النساء. شير لي وب علي الشمار حار، الليلة دقلو ما رقد وطا، الجنجويد ما رقد وطا، وب علينا ولا لي دقونا رشونا رقبونا ابادونا. لا 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 حيه
احيا يا جماعه، انا اقول شيء عليكم الله شهيد، عليكم الله بالصلاه على الحبيب شهيد. الصلاه الله يحيي الجيش يا اخي، الله يحييكم يا اخي، يا اخي رفعت رؤوسنا. التحيه للجيش السوداني، التحيه لشرفاء القوات المسلحه، رفعت رؤوسنا، رفعت رؤوسنا، وطينا راس دقلوا الى الابد، الجنجويد انتهوا الى الابد. شيروا شباب، شيروا نديكم النظيفه، شيروا بس وتعالوا راجعين. اخر الزيت، اخر الشمارات، اخر الليل، ها دقلوا ما قلنا بيفتش فيه. الجنجويد ما قلنا ويفتش في ناس القوات المسلحه يحنسوا فيهم، تعالوا نقعد. والله يا نحن استرعنا، والله يا جماعه الحرب ما فيها خير. تقعد فيها دقلوا تاني بس، تقعد فوقه يا دقلوا، وب علي حميد تبقى يجود في الناس. اي الجنجويد بيقول سواب علي، الزمان بيقولوا تمطر حصو وتمطر براق، والخرطوم تسكن فيها الكدايس، والخرطوم حقت ابو منو، ونركبكم ونحشكم، وانتو مرجال وانتو سسوان وانتو بتاكلوا الايس كريم. وب علي يا دقلوا، وب علي الليله انا، وب علي يا دقلوا. اديك شرابيده تركبه، اديك شرابيده عشان تبقى راجل تثبت في المعركه، اديكم شرابيده يا جنجويد. شباب ما بتصدق علي اللي ما بتصدق عليكم الله شيلوا، عليكم الله شيلوا. اول حاجه المعركه حسمت، والجنجويد يستجدوا في الناس وبيجوا يحنسوا فيه، برهان الكعب ده يحنسوا فيه تحنيس، والتلفونات شغاله، والمقربين من حميدتي كلهم يا برهان صلوا على النبي. انتوا ما كنتوا سوا، سحروكم يا جماعه، صابتكم عين، ما كنتوا اخوان، انتوا ما فرد. وب علينا وقفوها، خلاص كفانا، شبعنا موت، رشونا، رقبونا، حشونا. الجبروت بتاع حميدتي يا شباب عليكم الله شيلوا، عشان تستمتع معاي. وقواتك المسلحه الباسله دايره تيم 6000، قواتك المسلحه الباسله خلت الجنجويد يستجدوا، يستجدوا، يستجدوا العساكر، يستجدوهم. عليكم الله دوروا. يا جماعه انا طولت من الخمسة ألف شيل، تعال نديك النظيفه، طولت من الخمسة ألف شيل، هذا الري 5000 شيل، دوروا كده الناس تسمع، عشان ما يزيفوا الانتصارات، عشان الجنجويد ما يكذبوا عليك. والله ورب الكعبة ورب نعدم شبابي الآن من القيادة العليا للقوات المسلحة، ما برهان ولا كباشي، الجنجويد يستجدوا الناس، الجنجويد يستجدوا العساكر. أرحمونا، كفانا، أبتونا، خلاص تبنا الروب. شيروا شباب يا جماعة، تموا 6000، دارين 5000 شير، تموا 6. أوب علينا، أوب علي، دقلوا الراجل الفارس الشجاع، دقلوا الفارس الشجاع، ودقلوا الفارس الشجاع، وحميت الخواب الكيزان، وحميت الذكران. أوب علي يا جماعة، الجنجويد بيجوا زي القنم ولقطوا فيهم الجنجويد. شباب قربنا الباقي مياية، تعالوا نديكم النظيفة. هيا ناس الجنجويد ما بيجوا يحنسوا في العساكر، وفي المجتمع الدولي بندور الهدنة يا جماعة، دارين لنا هدنة يا جماعة، دارين نشيل موتانا، دارين نشيل جرحانا، ادونا هدنة، عندنا ناس ميتين ندفنهم. عليكم ال 24 ساعة، نحن موافقين نقعد معاكم من غير شروط. وب علينا، وب علي الجنجويد الليلة، وب علي الليلة الجنجويد. يا الرجال، يا الفرسان، انتوا المكملينها، يا اللي عندكم أربع أبيضات وغيركم تاني ما عنده حاجة. وب علينا الليلة يا دقلو. شباب شيروا، 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 عليكم الله شيروا، عليكم الله شيروا. الجنجويد طبعا يا جماعة، بعد الجبروت وقلة الأدب والإفتراء على الشعب السوداني وإذلال الناس، انكسروا بيجوا استجدوا في الجيش، وتلفوناتهم شغالة، وكل الوساطات تسحروكم. والله العظيم واحد من الجابلية الشمال ده هسي من الضباط الماسكين القيادة الميدانية قال لي قالوا بيسوني تسحروكم، ما اتصابوكم عين، ما علاقتكم كانت حلوة، انتوا ما فرد يا جماعة، المواضيع دي بتتحلى، المواضيع دي بتتحلى، اقعدوا في الوطن، لا 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 تقعد فوق يا دقلوا تاني بس، يا دقلوا تركب بس، تركب مش انت قلت تمطر حسب، ها ومطر بدون براك، ها وانت اللي اخترت المعركة دي نهايتها بمشنقتك. بعد ده لا ينفع التوسل ولا تجي الصلاة يوم القيامة، ارجل وعسبت يا دقلوا، عسبت
اوبا علي انا اوبا علي العساكر كتلوني العساكر ركبوني جقروا كل الاتصالات من الجنجويد استهداف المجتمع الدولي واستهداف ابوكا ايه دارين هدنه ادونا هدنه كده لحال علي اوبا علي انا كان ما بقدر الطيارات رشني ارتكبوا في اباده على المجتمع الدولي البرهان حشاني البرهان اوبا علي لا لا طيب ما قلت رجال يا جماعه طيب كنت ما قدروا مالكم ما في شنو ادوكم اللي ما كنتوا تحلموا به بقيتوا علينا عمر وانتوا ورب الكعبه ورب الكعبه حيوانات افتريتوا علينا ادوكم اي حاجه سلطه وجاه ما كنتوا تحلموا به يا اخي نصكم ما سودانيين يا اخي ها بقيتوا علينا عمر يا اخي طيب انت كنت ما قدر الحش اللي بوديك للحش شنو انت كنت ما قدروا قلنا لك دي جيش وانت عباره عن حشره حشرة قدام الجيش السوداني والمعركة دي لو ما اخترتها بين المدنيين بدروع بشرية كان حسمت من ساعات انت حشرة حشرة دخلوها بصقير حام شبع الطير رشه قشه ما تجيبه حي طلع ميتينه اركب الجنجوي قوم علي انا قوم علي ده قلبي ويا الجنجوي بيقستجدوا في الناس والوساطات والحقونة والله نحن ما غلطانين وما بديناها وين برهان استعجل والعساكر استعجلوا اتخيل معاي ده قالوا بجبروت والعساكر ديل استجدوا في الناس عشان هدنه بس عشان يلموا موتاهم من الشوارع قلنا لك يا ولدنا انت ما قدر البلده قلنا لك يا ولدنا ده الجيش السوداني بتاريخه العريق قلنا لك دخلوها بالصقير حام قلنا لك حيحشوك قلنا لك حيقشوك قش لا لا كبرت في راسك انت يا حميتي زي الزول اللي بيشبح كتير ذاك ها بيشبح كده ها وبعد ده ها بيتقى سريع كبرت في راسك بسرعة الصوت بقيت مملكة آل كتلو سريع تنهب في البلد وتنابق وتكطب وتطلس على الشعب السوداني هذه نهايتك جاك الموت يا تارك الصلاة موت رجال ما تموت زي أختك إذا ما موت حتى الآن إذا ما موت ما في حاجة ذاته بتقول دقل عايش ولا ميت لكن الحاجة اللي أنا بقول إليكم المقربين من حميتي قسما بالله بيقولوا لبرهان هسي وللعساكر سحروكم ما كنتوا كويسين يا جماعه انتوا ما في رد يا جماعه ان احنا ما في النهايه في خندق واحد ان احنا من رحمكم نعتمر بامر دايرين ان احنا معاكم دايرين ندمج معاكم نعتمر بامركم ما عندنا مشكله بس وقفوا الحرب يا جماعه الحرب دي وقفوا يا جماعه البلده كده بقى حار علينا البلده بقى ويستجدوا انا يوم بفتصلي في لايف يوم بفتصلي في لايف لكن وانت في عز الغضب في عز الغضب وفي عز الألم لما تشوف عدوك مكسور ذليل راكع ذقلوا الآن ومليشة الجنجويد يركعون ويتبسلون أبناء القوات المسلحة تحت جزم انتو تحت جزم الجيش السودان الجيش ما بينقدر الجيش حزم رفت بل وانت من زمان مفروض تكون اتحسمت يا مرتزقه يا تشادي يا عفن وبعلينا خلاص هدنا هاي وافقنا على الهدنة 24 ساعة بس ادونا 24 ساعة بس نودي الجرح المستشفى ونلم شهدانا ونلم قتلانا وهم فطايس ما شهداء مرتزقتنا ده نلم دمهم وأجا قول الدق دي والشغلة كتمت كل الجا عشان القروش جدع الكاكي ومشى جدع الكاكي ومشى بيقوا بغاتلوا الناس المغربين من دقلوا والبيت بقى عليهم حر والقوات المسلحة هسي قدام 5600 شوفوا إذا قلت لي هتقعد مع دقلوا أنا بطلع من التلفون ده بخنقك إذا قلت لي تاني بتقعد مع الجنجويد وتديهم فرصة النجاة من الموت أنا بقلب عليكم ما في مفاوضة في حش في تسلم نفسك يا دقلوا وقدام الناس ديل 5400 ديل تسلم نفسك الآن تسلم نفسك وده الخيار الأمثل ما في غير تسلم نفسك استسلام بس يا ولد القوات المسلحة صنعتك واشتغلت بك الشغل الوسخان وانت كبرت الشغلة في دماغك قالوا الورل لما تلقى نايم جنب البحر ها وتقوم تنفخه شوفوا الورل شوفوا التمساح تقوم تقول للورل يا تمساح ده حميتي ده الوضعية فيها حميتي الورل ده لما تقول له يا تمساح بينفخ
بينفخ بيصدق نفسه انه تمساح هو ورا. ها بيعمل لما تقول على الورل يا ناس بيرجع لطبيعة يجري البحر. ده الوضعية اللي فيها حميتي ورل ورل. انت انتحرت والكنت في ما كنت تحلم به ولا جدك دخلوا الولدو في غليب السلامات في تشاد ما كان بحلم به. عملت امبراطورية مالية من دم القلابة ونحن جعانين. بيتك اللي هو كله ذهب وقروش ملايين الدولارات من ذهبنا وزليتنا واختسبتنا وبعد نقول الناس ساكتة ما في زول كان مقبل عليك. وبعد يا دقلو كله ما عاجبك داير تبقى الرجل الأول داير تحكم البلد رجالة بقوة السلاح بالكرباج. حس بقينا في الروب ما تمطر حصل لا تمطر بدون برع تمطر لا لهب لهب يا حبيبتي فوق راسك انت والجنجويد ويا ناس القوات المسلحه. قسما بالله قسما بالله الوساطات الشغاله اللي بيستجدر يا حبيبتي واهل المجتمع الدول دي لو قعدتوا مع الناس دي نحشكم حش. وده قالوا ذاته لو قعدت معاه وديته قبله الحياه والنجاه هيعد العده ويركبك ساعتها. انا بكون متفرج ابو رهب ده بكون عامل كده ومعاي نص الشعب السوداني متفرجين. دي فرصتنا اركبوا العفن بلا رحمه الطياره تدور الان اركبوا الجنجبيد اقتل لي دغلو اركب لي عبد الرحيم. ما في لعب تاني ما في لعب شباب. اخر الارض اخر مستجدات الارض. يا هادي هسه الكلام ده هسه الساعة 3 صباح. أول حاجة عانوا للنهب عانوا الناس زي الحرامية كيف كاميرات المراقبة بترصدهم في أحد المحلات التجارية وهم بيسرقوا. شوفوا الناس دي حرامية كيف. دقيقة التلفون الانترنت بتاعه ما لوليف كده. عانوا هو النهب السريع حرامية تعودوا السرقة. هسه دي زول لابس شرف دولة. نعيد لكم المقطع تاني وحديكم اخر المستجدات في الارض. ليه المقطع ده ما دار يبدا من البدايه؟ ها شوفوا الحراميه دي شوفوا الحراميه دي شوفوا الجنجويد الحراميه. سرقه شديده نهب نهبوا البنوك نهبوا البلد نهب. هو ذا كان رئيس الحرامي حمير. اوكي مستجدات الارض شباب الجنجويد ورب الكعبه الجنجويد انهزموا الجنجويد استسلموا. عانوا ده هسه الساعه 3 صباحا. بلد كلها جيش. الجيش كبس دخلوها ابو صقير. عفيت منكم يا ناس الجيش عافي منكم عفو الله والرسول. الله يعزكم الله يقويكم الله يحميكم. ديل كسروا كبرياء دقلوا القليل الادب اللي بيقول للناس تمطر براك قدام كل 24 ساعه. الان دقلوا يستجد القوات المسلحة الباسلة. دقلوا يركع تحت أقدام صرفاء الجيش. دقلوا يركع تحت جبابر القوات المسلحة. دقلوا الآن يستجد الجنجويد المجتمع الدولي الهدنة. والله حاشا وكله ما تلقوها تاني تتركبوا بس منصورين يا شباب. لا قدام يا ناس الجيش كرب ويا ناس الجيش. انا داير الطيارات تدور هسي داير حزمي الربط بل الجيش حزق. شوفوا الناس الجو من الفشقة ديل حزموا لك معركة مهلكة شرق النيل دي في 10 دقائق. ديل الجنجويد بس يدق يصور يمشي. انا والله الان بالقصر الجمهوري والله انا الان عملته والله انا راح بيجي بس لضرب معنوياتك انت. لكن ابشر انت منتصر ابشر. عاشت قواتنا المسلحه الباسله. عاش الشعب السوداني. الموت للمرتزقه الموت للجنجويد الموت للجنجويد. ابقوا طيبين يا شباب
سنوافيكم بالجديد. والله يا جماعة أنا مبسوط قسما بالله من الفرحة ما عارف أعمل شنو. لما ذكروا قليل الأدب البعد العدة لتدمير السودان يتوسل الجيش ويتوسل العالم عشان هدنة عشان يقعد يفاوض قال رضيان بأي شروط. شوفوا الزول ده زليل كيف ما ده العين النوعد زي عبد الرحيم ده قالوا واخوده كان ما دوستهم بالبوت ما بيمشي حالهم ما بنحنوا ده الناس تدوسهم بس باللغة اللي بيفهموا ودي اللغة اللي بيفهموا والجنجويد اتعاملوا معهم في تشاد وفي اليمن وفي كل مكان دي اللغة اللي بتنفع مع الجنجويد لغة تدوسه تدوس على بالبوت تدوس على بالرصاص لأنه ما بيفهم غير كده. الآن دقلوا قبلان بأي فهم إن شاء الله يعملوا غفير في القيادة العامة هو قبلان ده إذا ما مات أصلا ده حسب الوساطات ما عندي قال أي مشكلة بأمركم من يدكم دي ليدكم دي أوين يا إنت غدار يا حلو إنت كتلت هنا إنت كتلت دارفور إنت الآن فضيت الاحتصام إنت الآن حولت الخرطوم لأشباح زي ما وعدت الناس يسكنون فيها الكدايس. لا يا دقلو أن إحنا ما بنقبل بغير نشوفك معلق تعرف معلق معلق كده في المشنقة وكلعيك يسوّن كده إنت وأخوك وأخوانك والناس اللي حواليك من أهل دقلو دم ولداتنا ما بروح والله نصر أماتنا في دارفور أبشرن يا دارفوريات أبشرن يا دارفوريات انتصر الدم على السيف أبشرن يا دارفوريات أبشرن يا دارفوريات انتصر الدم على السيف وبكاكم ده ودعاكم ما راح حدر ده اليوم النشمت في الجنجويد ده اليوم الطمرحن داير كل بيت دارفور يزغرت يزغرت وعقبان ما نعلق بش. والله يا جماعة أنا يوم بفتص في لايف أنا يوم بفتص ليش في لايف تتذكر يا دقلو لما فضيته الاحتصام ها تتذكر لما الجنجويد بينقز فوق جسسنا جاك اليوم يا تارك الصلح وكل زول بيوم أنا ما أقدر أتكلم في حاجات تانية تفهمين كل زول بيوم الله يمهل ها ولا يهمل الخلق السما ده أقوى منكم كلكم الله ده خلقنا أقوى منكم كلكم ولو دعمت لي غيرك ما كان وصلت لك. شفت القزاح في بعد جبروته ده يا دقلو رحل بخازوك وزين العابدين ولا دبر هفار بني علي وانا فهمتكم ورحل رحل حسني مبارك بجبروته بأمنه ورحل علي عبد الله صالح ملفوف بملايه والقائمه تطول دكتاتوريات ظنت ورب الكعبه انها خالده حتى غياب الساعه ورحل بشه كان بيرقص فوقنا كده 30 سنه ورا ورا الدنيا دي يا جنجويد ما كان دامت لكم الكراسي اللي قعدتوا فيها دي كان دامت لكم كان دامت لغيركم ما كان وصلت لكم لكن القرور الزايد والافتراء على الشعب والاستهانة بدماء الأبرياء ربنا ده ما كريم يا أخي. واحد جنجويد كل يوم بيكتب لي في التعليقات ليك يوم ليك يوم ليك يوم يومك انت جاء يومي ذاك أنا خلو أنا ذا قبلان أي حاجة عملتها أنا عملتها بكامل إرادتي كان لاقاني جنجويد ده في الشارع ده ورب الكعبة اللي قدرني لكن قسما بالله الحر والعير إلا قدر من وراي إلا قدر من وراي ويومي ده نجا أنا قبلان أدفع الفاتورة إن شاء الله تقطعوني تقطع بعدين عملوني كفتة وكل زول يا كل حتة واحد يشرط كبتدي ها على طريقة سيدنا حمزة هند ها ويا كل نية ما عندي مشكلة المهم نحنا كسرناكم والمهم نحنا دمرناكم إذا مات أبو رهف ومية زي أبو رهف آخر عمه ما تجي كاكلي هنا لك يوم يومك انت جا. أبشركم يا شباب ألف مبروك حسمت المعركة شكرا لقواتنا المسلحة الباسلة والرحمة والمغفرة لشهداء الوطن والرحمة والمغفرة لشهداء القوات المسلحة أدعم قواتكم المسلحة والدولم الأكل والشراب والموية وقت الإفطار وإذا أحتاج نفير للقوات المسلحة الناس كلها تمشي ما في حل وإلا نسحق المليشيا دي والآن أوشكت على نهاية الباقي قدر كده قدر كده رتوش حول آل دقلو وأخدمها عنصرية وقبلية وجهوية يا جماعة في قبيلة بتحكم دولة ها إنتوا مجانين ها إنتوا مجانين يا جماعة أعقلوا أعقلوا كلام ده عيب غلط ده 40 مليون سودان
انت عارف لسه على الشعب السوداني ونص متفرج عليكم كده؟ ده احنا الجحاطه مغبشين الوعي بتاع الناس. انت عارف اذا قام الشعب ده كده بيشيلكم شيل شيل كده شيل بياكلكم اكل اكل اكل. لكن في قوه سياسيه رخيصه تعمدت تضليل الراي العام وتحييد الشعب من معركه ورب الكعبه هي معركه وطن معركه وطن معركه محقه حتى يجوز فيها الجهاد. الجهاد في العرض والجهاد في الارض يجوز فيها الجهاد والشهاده. كل ما بجاهد في وطنه الليله والوطن بنادي وبيستغيث واوسك على السقوط. الميليشيا دي لو تمكنت من حكم البلد قسما بالله تاني تحلم وتقول يا ريت كان عندنا بلد اسمه السودان. اسمه السودان كان هنا وطن اسمه السودان. ابقوا طيبين وتصبحوا على خير. وانتصرت قواتكم المسلحة والمعركة الباقي فيها رتوش. وانا داير حشية يا اسمعوني انا صوات المسلحة داير الطيارات تدور داير المدفعية انا داير حاسم داير راس دقلو خلاص تعبنا لين اربع يوم مساحلين عيوننا دار الشرطة من عدم النوم ما بناكل جنينة يا خلاص عملت لي عصيدة غلبت لي اكلها قلت الغيري اكلها قلت المحاصرين في البيوت اكلوها قسما بالله ما بلحتها عايش على الموية دي. شفتوا الموية دي؟ نزلت تحت مشيت جبت لي قهوة ولحت لي سيجارتين ثلاثة وجيت راجع البيت على موية على موية عايشين على أحصابنا. أحسن يا أحسن دق دك دق بلا رحمة دق الجنجويد بلا رحمة دق العفن